Hello and welcome to Cuisine Hadia's channel. I hope you enjoy this channel dedicated to food, fun, and vlogs. If you like the channel, please like, subscribe, and share on your Facebook. Follow me on Instagram in the description below. Thank you. Enjoy. عسلامة مرحبا بكم. اليوم مش في دارنا ولا دار أختي الكبير الباص الثاني، اليوم في دار أختي الصغيرة. جينا مستدعتنا اليوم فطور، عملتنا فطور قمقوم تونسي محلاه ولد البحر. فرحوا بينا هي ورجالها برشا برشا، يعطيهم الصحة. تو من بعد مرك شنو طيبتنا اليوم. ما جيتش وحدي، جيت معايا أمي لحنينة الغالية، وهكا قاعدة الفراشية لازم منها هذيك، بالرغم انه رجلها تاع عمل لنا الريشو في الصاله، لكن الفراشيه لابد منها ما يسالش. عملت لنا كاس تاي اخضر هاكا، هات ناخذ عندك ما يسالش. كاس اخضر، استنى شو البخور كيفاش جاي عجعج. قاعدة اللوطة مع تنجم تقعد فوق اللوطة كيف كيف، لكن هذيك قاعدتنا التونسية العربي باش نرتحوا. أنا كنت نروح لتونسي جيمي قاعدة اللوطة، خاطر ماك تعرف البرة ما فماش جراي اللوطة وقاعدة ديما فوتيات. أنا كنجي هنا سوا دارنا ولا دار خواتي كل ديما اللوطة كاستي شيخين، ويعطيهم الصحة. صافي رجل نجيب أختي ونجيب فرحوا بينا بالكدا الحق، وعملنا فطار باهي، فطرنا ديجا وتوا نشرب في كاستي. ها هيك نجيبة بتوصل في كاستي أخضر. أمي أمي كذب الفراشية ديما تحب تسلم عليكم، يعطيكم الصحة كل اللي يسلموا على أمي، نشكرهم برشا برشا. البنات الكل الحقيقة والناس الكل يتفرجوا في أمي يقولوا لي بوسينا الحاجة، بوسينا رأس الحاجة، يعطيكم الصحة. وهي طبعا تعزكم برشا وتسلم عليكم برشا برشا، ودارنا الكل يسلموا عليكم. حاسين كم نتعدى وكم نشرب تيك في عقلك. هذا يا راجل أختي صافي، يعطيه الصحة، فرح بينا برشا برشا. بارك الله والله ربي العظيم يعيشك. مرحبا بكم وبالشفاء والهناء. يعيشك ربي يشفيك. أهلا وخيان ومرحبا بكم في كل وقت. ربي يستر. هاكا شفتوا كيفاش التونسي كريم برشا والله العظيم، وهو كريم فعلا كريم صراحة، كريم برشا مع أختي ومعنا احنا كي نجيوه ضيف الضيف إلى داره. نوريكم الريشو نتاعنا عاد التونسي كيفاش. هذا الكانون نحطوا فيه البخور، امي تحب طيب عليه البراد تي هاكا، لكن شوفوا هذا ما يختارش معظم التوانسه. ريشو باهي ريشو اي سخن بالكدا، وفي الشتاء طبعا خاطر الدنيا برد برشا ما نستغناوش عليه بصراحه، ما نستغناوش عليه. فجينا احنا اليوم عدينا معاه النهار، اليوم افطرنا عملت لنا فطاير باهي. حط بواحده، واللي الناس اللي ما تعرفش طبعا دار نجيبه عمرها ما دخلوا لها من الظروف، واللي ما سمحتلوش ظروف وهاكا جاتو فرصة أنو دخلتو لدار نجيبة. إن شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة. عايز تفضلوا كيسين تي بالشفاء ليكم صافي. عايش فيك عايش. بالشفاء سعيدة. آخر إن شاء الله. إن شاء الله ونجيبة هذيا يعطيها الصحة. وأمي أمي تشوف كاستي، لا ما تشوفش كاستي. شربت شربت وأمي كملت ربي، وأنا نمشي نشرب كاستي. ما ننساش بربي. هذايا طامسون اللي هو قالت لي واحدة مصرية اسمه بوسرة. يقولوا له برقدين بوسر هاي. والله والله يا اختي ضحكت، لانه انا واحده من الناس اول مره نسمع اسمه بوسر. كل واحد يمكن على هذيه طامسون اي على هذيه يقول جاي كمان دار ماركة السر، احنا نقول طامسون. هم كل واحد وش يقول يسمي برقدين هكا، هو كل واحد ولوخته. عاسيلو خليني نشوف. كم يصوري لهم ووريهم. باش نمشيو ان شاء الله، نمشيو غادي نوريكم بقيه الدار. اي ما شاء الله نحبك كرهت تونس. اسمع نمشي وعاد نشوفوا بقيه الدار هذيك، بيت مش باش ندخل داخل، لكن هو باش نوريكم من برا. اش تعمل غادي؟ الله يرحم تصيت بابا هذيك. ربي يهنيهم ان شاء الله. بصراحه فرحوا بينا برشا وقاموا بالواجب، يعطيهم الصحه. ما نعرفش كيفاش باش نوري ول ايش ايش عندي ضو. خلينا نوريكم الكلوار نجيبها ليها. شو مزيانها من مضخمه برشا بصراحه، متناسقه ياسر وحلوه. هذه الدار يعني نجم نقول لكم معظم الديار التونسية هكاك، الديكور نتاعها والزينه والنظام نتاعها والنظافه زاده.
هاك كوزينتها ياسر عجبتني الطياره خاطر واسعه تبارك الله، ونحب انا نحب الكوزينات اللي فيهم فايونس كيما هكا يبدا طالع حتى الفوق، ما حتى على الوسخ ما يكونش هاي نمشي ونقعد ساعة نشوفه ومن بعد اغسل ونظف على روحك مامي المهم شير بينا. هذا كوزينة نجيبة اللي ما عرفت نجيبة وصورتها له ديرم صلي عندي كان عامل دور ترى هذه بيت مسكرة مش لازم نشوفوها انا الفريجيدير نتاعها هذه كوزينتها زينة طبعا داهي خاطر هي كانت مزينة محلاها قهوة ماكينة القهوة ماكينة التاي وبرجان ديال العيشة نحن بيا في اليوم عندنا عجيبة سعيدة باش تعمل والله هاني جيت نعاونها في الكوجينة نحط معها سلاطة الحوت مازال شوية أخرى وتين كوشة والشربة حتى تسخن فيها وأنا هاني نحط سلاطة يتبارك الله على زعيم قصته الحوت فوحته وسلطه مفوحه مقصوصه حاله ديجا ما جينا كل شيء حاضر انا ما صح ناو الشربه تو حدا الشربه سعيد باش حطيت الشربه بالدجاج ولا باللحم العلوش البنين حتى وحدها باللحم العلوش خلينا نشوف اش تعمل لنا عملت لنا شوربه هذه شوربة الشعير معروفة ياسر في تونس احنا ضرورية جدا شوربة الشعير العلوش وهي توا تحضر باش فوحتهم البارح السمكات هذا الحوت هذا النوعين غير شنو تعمل من الجبنة؟ نبدا تتبقى بالزيت باش ما يتحرقش باش تشد الحوتات ما تشدش تتبقى على الفور بشوية زيت قبل ما تحط تشوي عبيت الحوت وزد الحار وي غازته بي بكره كذا كبير بالك مش عليك بسم الله يمكن الطاوله الوحيده اللي عندي في الكوزينه ها هاو تحب عشق على خاطري انا الحوت والغير خاطر عرفني نحب البحار ولد البحار بدي برشا وما عندناش في كندا فريش يعني عندنا كونجيلي ما عندناش الحوت اللي هو لا سعيدة ما تشعلش لما بغى نحطها لهنا تتحرق من عندها فيها ما 100% هذه تشع بالحق مش عاد قصتش هذا هذاي الكلوار عم بعد اللي بيت هنا عندها هذيك ديزاين بعد ما نخرج ديك الاقسام نتاعها هذايا التخني هذه الوسطيه هذه الوسطيه وهذه عندها دروش من دارها الفوق من الدار شي بني مو من فوق دار ولد رجل حسيت احلى هذا المدخل تاع دارها حلو برشا الحصيل وإحنا كمان قاعدتنا اليوم جايتي لأختي نجيب خيتنا كمان قاعدتنا وكملنا ساعة هي عملت لنا سيترون هذا دياري طبعا هي ورجلها عاملين في الدار حصيل وكهوة كمان باش نروح احنا ويمكن الفيديو هذايا باش يكون وانا في كندا
لانه ان شاء الله ان شاء الله لانه انا قريب نطلع يعني كم يوم ونطلع نروح ما قعدتش برشا المره هذه. ف ان شاء الله نشوفوكم في كندا اذا كان هكا نحطوه احنا في كندا. المهم نحطوه في تونس نحطوه في كندا. نطمع انكم تحاولوا معايا وديما تكونوا معايا باللايكات والبارتاجيات والشير والتعليقات الحلوه حتى وطبعا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد خاصه مشتركين اصحابنا الجدد. نتمنى انهم يفعلوا الجرس باش اي حاجه نحطها ننزلها في الفيديو يكون تعليق وبارتاجي. اوكي يلا شبيك وراس. Okay, hi my friend, I'm sorry because I didn't talk in English today. I'm gonna let you tell you about today, visiting today. I am in my sister's house, which they invite us for lunchtime. They cook for us fish like you saw before the first the beginning of the video. She cook soup, yummy fish and salad. Bread, of course, and me and my mom and my sister Saida and my sister Najiba, with her husband Safi, we spend a good time with them. So and we done now. We are going soon, but maybe when I upload this video, I'm gonna be in Canada because I'm leaving soon Tunis. I didn't stay long this time. But it's enough to see my mom and my family. I hope you enjoy it. Please new subscribe, subscribe, like, and share and stay in contact to help me grow up. Yal. See you in next video, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello and welcome to Cuisine Hadia's channel. I hope you enjoy this channel dedicated to food, fun, and vlogs. If you like the channel, please like, subscribe, and share on your Facebook. Follow me on Instagram in the description below. Thank you. Enjoy!